بالسابق موضوع الإجازة نعم تشكل جريمة تزوير، لأنك أنت بالخارج وادعيت ذهابك للمستوصف، وهذه الواقعة غير صحيحة. لكن وزير الصحة في وقت سابق قرر بأن المرضية تقدر تأخذها عن طريق برنامج سهل. طيب من اللي شخصك؟ من اللي هو يقيم حالتك الصحية؟ أنت بينك وبين نفسك، رغبة من وزارة الصحة بتقليل الدور وتخفيف الأمر، وبالتالي هذه من يعني صلاحياتك أنت كشخص داخل الدوام تقدر تأخذ هذه المرضية بحدود معينة وبعدد معين. بالتالي لما تكون خارج البلاد وأنت تأخذ هذه الإجازة عن طريق برنامج سهل، هذا الأمر ما يشكل تزوير ولا جريمة يعني معلوماتية أو من جرائم المعاملات الإلكترونية، وبالتالي هذه صلاحياتك وأنت لك عدد معين وتقيم حالتك الصحية وجائز سواء داخل الكويت أو خارج الكويت، وبالتالي لما أنت تأخذها ما تشكل جريمة، هذا رصيدك وأنت أخذت من رصيدك.